السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن موضوع الأسنان الزائدة. الأسنان الزائدة حاليا مو فيها أسنان، في الفم أكثر من العدد الطبيعي للأسنان، حيث تظهر الأسنان الزائدة أمام وخلف صف الأسنان الطبيعي وتسبب تزاحم في الأسنان وتؤدي إلى صعوبات في تنظيف الأسنان وتخلص من بقايا الطعام وتزيد خطر تسوس الأسنان ومشاكل اللثة. إن سبب ظهور الأسنان الزائدة في الفكين غير معروف بشكل واضح، لكنها تترافق مع عدد من الأمراض والحالات الوراثية. الأسنان الزائدة شائعة عند الأطفال وقد تكون طبيعية ولا تترافق مع حالات مهمة في معظم الأحيان. تنمو الأسنان الزائدة خلال الطفولة بسبب خلل في اصطفاف الأسنان وقد تزول بشكل تلقائي عند فقدان الأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمة. أما الأسنان الزائدة عند الكبار قد تبقى الأسنان الزائدة مدفونة في اللثة ويمكن أن تظهر بسبب مشاكل في الأسنان اللبنية في الطفولة مثل التسوسات الشديدة وتساقط الأسنان اللبنية بشكل مبكر وجود أسنان زائدة خلال مرحلة الطفولة. طريقة علاج الأسنان الزائدة هي قلع الأسنان الزائدة واستئصالها جراحيا والتخلص منها، ولا يمكن استخدام تقويم الأسنان لإدخالها ضمن صف الأسنان إذ لا مكان يكفي لها.